النظام اللي بينفع لأي حد هو النظام الصحي المتكامل، اللي هو بيبقى فيه كل المجموعات الغذائية. أي نظام بيشيل مجموعة معينة من الأكل ده نظام غير صحي، وبيبقى ليه أضرار كتير قوي، وبنستخدموش غير في حالات مرضية زي مثلا أشهرهم الكيتو. ده بيشيل مجموعة كبيرة جدا من الأكل اللي هي مليانة نشويات ومليانة كارب. النظام ده بيبقى متخصص لعلاج بعض الأمراض اللي ممكن تبقى موجودة، هو أساسا معمول لمرضى الصرع. هو حد كان قال انه الكيتو ده عايز الناس اللي معاها فلوس قوي عشان بيصرف كتير، ده صحيح الكلام ده؟ لان هو معتمد في الاصل على البروتينات والدهون، اه فطبعا البروتينات مكلفة، اه فعشان اه كده عايز مصاريف. اه اه طيب، يبقى النظام غير الافضل صحي، هو غير صحي غير الكيتو. صحي. لا طبعا، هو بيبقى متخصص لناس معينة ولازم تحت اشراف طبي، يعني ما تمام. ينفعش اي حد بدماغه كده فجأة يقرر انه يمشي على كيتو حتى لو هيخس عليه اكتر، بس ده غير صحي. النظام الصحي هو اللي فيه كل العناصر الغذائية، فيه كارب، فيه بروتين، فيه نشويات مفيدة، فيه بيجمع كل الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها. واشهرهم الميديترينيان دايت اللي هي حمية البحر الابيض المتوسط. ده نظام بيصلح لكل الناس لانه بيحتوي على نسبة عالية من الاسماك، بيقلل من اللحوم الحمراء من استهلاكها، بيحتوي على نسبة عالية جدا من الالياف والخضروات والفاكهة، على الجرينز الهول جرينز اللي هي الشوفان، النشويات الغامقة كلها اللي هي النشويات البطاطا. الصحية، البطاطا طبعا، البطاطس جميلة المشوية البطاطا بجد الحلوة يا جماعة، مش جميلة. البطاطس، لا عشان البطاطس محطوط عليها سبوت لا، عندنا تقريبا. بس البطاطس جميلة لما تبقى مشوية في الفرن، من أكتر الحاجات اللي بتدي إحساس بالشبع البطاطس، بس مش متحمرة، جميل اللي مشوية في الفرن. ده جميل. ميديترينيان دايت اللي معتمد على الدهون المفيدة اللي هي موجودة في زيت الزيتون، موجودة في المكسرات، طب معتمد على الأسماك. ده يصلح لكل الناس، بالنسبة للبطاطس المهروسة اللي هي ما بنهرسها، المغلية دي اللي بنسلقها، أحسن من المحمرة أحسن بس من المحمرة. أفضلهم المشوية لأن هي دي بتدي إحساس بالشبع عالي. تمام.